صعب شي ما شافوا حدا قبلك فيه، فرقلك بشي ما تكون مثلك مثل الباقي. صعب شي ما شافوا حدا قبلك فيه، فرقلك بشي ما تكون مثلك مثل الباقي. إذا شو هالقد حلو واللوك هالقد حلو، كيف رح تكون الشك اليوم؟ ما بعرف شو بدي اقول لك رولا، ما تفكري انه ماني خايفة، كثير خايفة. وعن جد لازم اقول كوراج لكل الكانديدا اللي قطعوا بهيدا البروجرام، لأنه هيدا منه بروجرام عادي، هيدا لايف. هيدا الإنسان لازم يكون عنده هالقد ثقة هو واقف على الترامبلا تينوت، منه هين. عن جد برافو. الغنية كثير حلوة مايا، وجود لك رح اقول لك بعد شوي. أيمن ثانك يو، مرسي لك، اهلا وسهلا فيك. زاف كثير كثير لمايا تياب. مايا دياب جاي وهدفها العشر امتار، جاي نط على العشرة بصراحة، ومن كتر حماسة قررت دغري تبلش من الخمس امتار. أساكبت؟ بس الحكي شي والواقع شي تاني. مش ماشي الحال مع مايا، خوف تردد من أول الطريق. أنا خايفة. سيلفيو استدعت سيلفيو للمساعدة. مع هذا كله مايا ما عم تسترجي تنط من الخمس امتار. بلش العبد العكسي الأول، بلش الثاني، وحتى الثالث. مايا ما عم تقدر تقوم بهالخطوة. والحل هو انه يحملوها ويكبوها. طلعت على العشر امتار بس حتى تتفقد الارتفاع. واحد يدخل. لا اتس سكير. لكنها تراجعت وقررت تبلش من الصفر، يعني على حافة البي سي او شكت. بعدين عن المتر وكمان شكت. وصلت لثلاث امتار، رجع الخوف يسيطر والحل هو انه سيلفيو يتفشى. هل رح تتشجع مايا وتنط بالبرايم لوحدها بإرادتها من مين ما خلى يتفشى؟ النجمة مايا دياب ضيفة البرايم السابعة مترددة، بدكن اياها تشك او لا؟ هلا رح تلبي طلبات الجمهور؟ شو مايا؟ مايا دياب لبن الشمس بتشرق، انت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمرق، المهم نحن سوا. هيدا قمر مدحون ما إلا منه روح، بكره التلج بيدوب، المهم نبقى سوا. We'll be right back.
ستار. ازيك يا معلم؟ تفضلي. امبارح كنت خايفة على المتر. كنت بتحلمي بالمتر؟ امبارح ما نمت. طيب ايه الجرأة انك تطلعي على الخمسة متر النهاردة؟ ليكو هو في خيار، او بشك عن المتر او عشرة متر. لا سيفاك على الخمسة. انا وسيفاك على الخمسة. I think انا وسيفاك على الخمسة. جاهز انت؟ اكيد. مايا هقول لك جود لك جو سبلاش. ودع فستاني. ودعي. انا شبرات تعذبت على الفاضي والفستان عيرو. مايا دياب ما حدا لتجمهوري اللي ناطرها وحابب يشوفها بهالتحدي.